أنت اليوم هذه طول عمرك المشكلة إن اللي دايم يشيلها محسن عوض. ومحسن تعرف ما يحتاج زميلنا في البرنامج. أي والله أبو سعود نعم. أنا بحاول وخلوا ساعدنا بس بالمايك يعطينا صدى وكذا. وأبو تركي بيفزع. لا هي الحالة حبيبي. يلا على راحك. هذه سجد قلبي على رمل الضلوع. هذه النايف صقر. أبى أحاول أجيب نكم بيت. سجد قلبي على رمل الضلوع وهزها التنهيد وانا في جوفي خيام الندم والخوف منصوبه يا رب افهق هلاكي والمنايا والدروب بعيد ما دام المودماني لا التراب تقوده ذنوبه. هذه بيتين عاد انا عاد قول له والله شوف قلها قصيده هل 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 جميلها والله لانه